تجد قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام لها؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة بعد الإمام؟ جزاكم الله خيرا. إذا أمكن المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام فإنه يقرأها احتياطا وخروجا من الخلاف. أما إذا لم يتمكن من قراءتها إلا والإمام يقرأ، الذي أراه أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا قول جمهور أهل العلم، أن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة وإنما تكفي قراءة الإمام، ولكن من تمكن من قراءتها في سكتات الإمام فإنه يقرأها خروجا من الخلاف. نعم.